بعضن أهالي رأس المتن بيقطفوا ويستخرجوا ثمار الصنوبر بإيديهم على الطريقة التقليدية، فتفقية الصنوبر برأس المتن تراث عريق ما بيستغنوا عنه. يعمل أهالي رأس المتن سنين عدة على تحضير دراسات هدفها تشجيع الاستخدام المستدام لمنتوجات الغابة. وقد أثمرت هذه الجهود بتمويل بيت الغابة كمرجع بيئي لغابة رأس المتن. هذا المشروع أخذ كانت مدته سنة، لكن التحضير له يمكن أخذ أكثر من 12 سنة، يمكن من وقت اللي بلشنا بالخرائط بالمشروع أساسي التنفيذي. لما نلاقوا الدراسات مجدية تأمن التمويل من قبل الاتحاد الأوروبي.